وبركاته. إخوة الكرام الأحبة في كل الوطن العربي الإسلامي في كل العالم، ناطقين باللغة العربية، تحياتي لكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحببت فقط أن أقول لكم أن قناتي ابن خطاب السياحة جيجل تلقت إنذارين. نتمنى إن شاء الله الإخوة اللي كانوا في قناة ابن خطاب يدعمونا في هذه القناة الجديدة اللي أسستها. بلا ما نطلع عليكم، راح نقدم لكم إن شاء الله وصفة تتعلق بالناموس والذباب والنمل، لأن في هذا الوقت من الصيف يكثر هذا الناموس، والناموس يعني صراحة هو خطير وينقل أمراض، والمرض يعني الشائك هو مرض الملاريا اللي يتسبب فيه. ويعني ما كاش اللي راح منصابش بهذا الناموس يعني يسبب له حكه شديده وما يخليش يرقد، يعني غير توصل ودنك لهنا خلاص. السلام عليكم. اذا بلا ما نطلع عليكم، الوصفه هي يعني وصفه سحريه حقيقه، يعني شفتها في الانترنت ونعاود نزيد نذكر الاخوه بها، وهي سهله جدا ومتوفره في البيت في اي بيت. الوصفة نقدمها لكم الآن إن شاء الله هي كالتالي. لازم تكون عندكم بخاخة، يعني بهت عفوا بخاخة هذه كما كتشوفوا فيها هكذا، هنا هذا نستعملوا البخاخة هذه باش تضربوا بها الناموس. يكون عندكم كاس لقياس ل ل ل ل كيما نقولوا الاحجام. لازم يكون عندكم زيت الزيتون، على هذا الزيت الزيتون من المزرعه نتاعي في لاجيجل، المزرعه نتاعي ها يعني ما شاء الله. هنا يكون عندكم خل، ها خل، هذا الخل ما نظنش عائله ما عندهاش الخل. الحاجه اللي نسيت ما جبتهاش هي الثالثه، فوالا هنا الشامبو. اذا الشامبو، هذا الشامبو، المقادير هي كلها نضع الآن الزيت هذا، الزيت هنا نحطه هنا نصف كيل، نصف كيل. بعدين هنا نحطه هنا على هذه الأولى. ثاني حاجة نروحو للخل إن شاء الله، نزيد نحطو نصف كيل، هذا نصف كيل إن شاء الله. تذكروا وقولوا بارك الله في الجيجلي اللي اخترع لنا هذا ورانا هذا الطريقة، بدل من تستعمل سبيمات وحوايج كيميائية خطيرة على بالك تسبب ضيق التنفس. مش غير ضيق التنفس، أشياء خطيرة يعني لا داعي لي، هذا مش وقتها. ونزيد نحطو الخال، أيوا هاد. بعدين نوصل
للشامبو، اي شامبو يعني هو يعني حبذا لو كان هذا الشامبو يكون من نوعيه جيده. نزيد نحطه في الكاس، نصف كيل كالعاده. هلا هنا نصف كيل ونحطه هنا كالعادة. هذا الآن ترك نصو العملية الرج أو تحريكها يعني جيدا أو تمخيضها. هذا 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 ومبروك عليكم الخلطة السحرية. يعني إن شاء الله النهاية نتاع إن شاء الله هنا في الغرفة، حطوها هنا في أي مكان، في أي مكان مكان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ما تنسوناش الإخوة الكرام سبسكرايب اشتراك. القناة صراحة جديدة ولكنها في الحقيقة قديمة بزاف، لأن القديمة الأولى فيها 3000 مشترك. وما تنسوناش باللايكات اللي باش تصعد القناة وتفعيل الجرس باش نعطيكم إن شاء الله جيجلي أخوكم جيجلي يعطيكم كل يوم جديد، يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.